لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تصدق ما هو سر وفاة الفنان الجزائري الشاب كمال مسعودي الذي أخفته والدته وهي فقط التي تعلمه. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد أول بأول. فنان لا مثيل له، أبكى عشاق أغانيه ولامس أحاسيسهم بكلمات عذبة ومشاعر تدفقت من قلب صادق، حاملا في صوته الحنين حزنا وألم لا توصف. بأحلى الجزائر العاصمة وتحديدا في بزريعة ولد كمال مسعودي يوم 30 جانفي 1961 وسط عائلة وصولها من أوزوفون مهد الفن والمبدعين. عشق أغنية الشعبي وتأثر بهم روادها أمثال الحاج محمد العنقة والشيخ الحسناوي، خطى أولى خطواته في عالم الفن سيرا على نهج أخيه الموسيقار متعلما القواعد الأساسية للموسيقى، ثم شكل سنة 1974 فرقة موسيقية ليبحر في بحر الكتابة والتلحين على أنغام حزينة وبكلمات صادقة. غنى كمال مسعودي عن مختلف مسائل الحياة روائعا ملك بها قلوب محبيه وخاطب مشاعرهم خاصة الشباب. عرف بالكلام النقي الرقيق والأداء الملتزم، كما غنى كلمات لشعراء جزائريين أمثال رائعة يا حسرة عليك يا دنيا لياسمين أعابد وروائع أخرى، الشمعة، ماشي غردي، نجوم الليل، محققا نجاحا جماهيريا باهرا. شاءت الأقدار أن يرحل كمال مسعودي يوم 10 ديسمبر 1998 إثر حادث مرور وعمره 37 عاما فقط، فانطفأت شمعة الفن الملتزم وفقدت الأغنية الجزائرية نجما لا يتكرر مرتين. سر وفاة كمال مسعودي لا تعرفه إلا والدته. أثارت رجاء بزيان خرجت برنامج ألحان وشباب 2007 جدلا كبيرا بسبب ما كتبته عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك بمناسبة الذكرى 18 لرحيل الفنان كمال مسعودي، حيث كتبت رجاء منشورا قالت فيه: الله يرحم الغالي ويرحم المرأة اللي جابته وصبرت على السر اللي كان سببا في وفاته في هذا اليوم. المثير في المنشور أن العام والخاص يعلم أن مسعودي توفي في حادث سير مروع وهو في طريق عودته إلى بيته في شوفالي ذات 10 ديسمبر من العام 1998 ميلاديا. وبهذا المنشور توحي رجاء مزيان أنه يوجد سببا آخر لوفاة مغني الشمعة أو سر كما قالت، ليصير منشورها المبهم بهذا الشكل جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وليبقى سؤالا في الصميم، يذكر أن رجاء مزيان اشتهرت خلال مشاركتها في الطبعة الأولى لبرنامج ألحان وشباب بعد عودة المدرسة لأغاني كمال مسعودي، كما أنها وبعد تخرجها من البرنامج بسنوات أعادت تسجيل أغنيته الشمعة مع الموسيقي جمال بفدال. هذا وعرف المرحوم كمال مسعودي بأخلاقه الراقية وخجره الكبير وكلماته النقية المميزة، فغنى للحب، الغربة، الوفاة والمعاناة والوالدين، أبكى الغني والفقير واليتيم، العاشق والمغروم. قبل أن تنطفئ شمعته على إثر حادث السيارة عن عمر يناهز 37 سنة رحمة الله عليه،
وطبعا هو أغنى أغاني كتيرة جدا، ومن أبرزها الشمعة، أنا وإنت، يا كيسارة، يا دزاير، يا حسرة عليك يا دنيا، كلثوم، رايح مرهون، يا يما، يا الدزاير راه طاب القلب، يا نجوم الليل، واحد الغزيل، الحنة، إيش تفيد، سمعي يا البنية، كيفاش أنا نحبك، مولات السالف الطويل، محال إنا ننساك، وين رايحة؟ ما نزيد نخمم، والله ما دريتك، مشيتي وما شفتي موراك، ما بقات رجلة من حب هذا الغزال، يا الحبيبة ما تبكيش، يا عروس عزيز عليا، انت الحبيب اليوم تفكرك، راهو مقدر لي، روح يا زمان يا محل الليل، خليها تعمل مبغات الوداع، نبغي تكوني مستورة، نحلم بيك. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.